السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سير شاجي. ازيكم عاملين ايه؟ لو تلاحظوا بصوا بقي عامل ازاي كده، هو كده يعني. ده علشان انا لسه خارج من عند دكتور السنان عشان كنت بركب البريسز او اللي هي اسمها التقويم السنان. اهو ده تقويم السنان ده بصراحة فكرة كويسة قوي يا جماعة. انا كان سناني كانت كراودد قوي، كان في زحمة في سناني، وكان بسبب الزحمة دي كان الاكل بيتراكم ما بين الاسنان، فكان بيعمل لي صفار وسواد حواليه ما بين السنان، وكمان كانت سناني شكلها يعني مش مظبوط. ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان انا كنت على طول بحط لساني لما كانت سناني كانت بتتكسر او بتتشال، كنت على طول بحط لساني مكان الفتحات اللي هي مكان يعني مكان خلع السنان، فسناني طلعت معوجة. انا لسه عاملها وانا عندي دلوقتي 26 سنة، عملتها علشان التقويم ده علشان يظبط لي سناني. انا دلوقتي مركب لسه عامل لي الانستيزيا دي، اللي هي الانستيزيا دي اللي هي التخدير الموضعي اللي بيتحط في السنان. انا حاسس ان الحته دي كده منفوخه، يعني حاسس ان هي مش مظبوطه، واسناني والشفه دي معوجه كده يمين. لو تلاحظوا وشي مش يعني شفايفي وشكلي مش مظبوط. ده نتيجه ان هو كان بيركب لي سكرو وحاجات زي كده في اسناني. يعني بصوا تلاقي السنان بيركبها لي ليه؟ عشان سناني كانت زحمه قوي، فهو فك لي يعني خلع لي اربع ضروس من سناني، ودلوقتي هو يعني في فراغات في سناني اهي، يعني في فراغ هنا وفراغ هنا، فهو دلوقتي بيفلها لي باساتك وحاجات زي كده، وفي ايه ده مسامير بيركبها لي هنا وهنا وهنا، علشان دي زي دعماء يعني زي جدر كده عشان يشد عليه الاساتك. بس انا حبيت اقول لكم، اتمنى طبعا اللي عايز يعرف اي حاجه عن التقويم الاسنان يقول لي وانا اجاوب عليه. الدكتور اللي انا بتعامل معاه دكتور شاطر قوي يعني ما شاء الله، يعني الدكتور انا بتعامل معاه دلوقتي انا بقالي سنه دلوقتي. بس فانا قلت حبيت اوريكم الشكل ده. بصوا يعني عايز اضحك مش عارف، بس ان شاء الله الانستيزيا دي بتقعد حوالي 6 ساعات ولا حاجه وبعد كده بتروح خالص. بس انا حبيت ان انا اشارككم اللحظه دي، لحظه اللي انت تشوف نفسك وانت متخدر بقك. بص انا احاول اضحك مش عارف. بس كده يا جماعه، شكرا جدا ليكم، وما تنساش طبعا تعمل لايك وتشترك معانا في القناه، ولو عايز تعرف اي حاجه اسال فيها. لو انت اول مره تعدي في القناه احب اقول لك احنا بنتكلم عن التخسيس، احب اقول لك احنا بنتكلم عن ساعات الايد، الساعه بتاعت الايد بنتكلم عليها، بنتكلم عن اي حاجه، عن معلومات عامه، عن اي حاجه يعني اي حاجه. الفيديو ده ان شاء الله يبقى مناسب للواقع، احاول انشره كده بصيغه كده بسيطه. وشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سير شاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.